امبارح الاثنين حضر احمد عيد ظهير الايمن لفريق الزمالك اللي قضى فتره اعاره مع نادي انبي خلال الموسم الماضي، طبعا زي ما كلنا تابعنا جلسه للتحقيق في الاتحاد المصري لكره القدم على خلفيه شكوى النادي البترولي. عرفنا هنا في نهارك ابيض ان احمد عيد خلال جلسه التحقيق وبسؤاله عن رغبته طبعا في البقاء في نادي الزمالك او العوده لنادي انبي، اكد مكددا ان الرغبه الاولى والاخيره هي العوده الى نادي الزمالك. كمان قال اللاعب واكد انه لم يوقع على اي بنود خاصه بتلزمه بتفعيل بند البيع بنهايه الاعاره، كما لم يوقع على اي عقود جديده مع نادي انبي، ونفى اللاعب اتفاقه مع انبي على اي شيء واي نوع طبعا في الجلسه اللي كانت بينه ومع طبعا مسؤولي نادي انبي، وبينفي ايضا اللي كونه ان هو ماطل مع نادي انبي بخصوص الانتقال، حيث كانت رغبته الاولى والاخيره زي ما احنا قلنا وكانت رغبته واضحه جدا وهي العوده الى نادي الزمالك بعد انتهاء الاعاره. طبعا كلنا عارفين ان الاتحاد المصري لكره القدم قرر في وقت سابق استدعاء احمد عيد لجلسه تحقيق بسبب تقدم نادي انبي بشكوى رسميه ضد اللاعب.